من مدينة سلا مختصة في الحلويات والطبخ. أهلا وسهلا بك أم أريج. مرحبا شيف. أهلا أختي جيهان. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك أختي جيهان. مرحبا. كنشكرك وكنشكر جميع المتتبعات عبر أثير الإذاعة وعبر صفحاتي في الإنترنت. نشكركم كاملين ومرحبا بكم. عندك جمهور غفير أم أريج ما شاء الله عليك، وعندك متتبعات ومشجعات شيف أم أريج. الحمد لله. طيب أم أريج، اليوم إن شاء الله غد نوجدوا معك شهيوة وديسير، وحبذا لو كان ديسير يعني واحد الحليوة رمزية بهذه المناسبة ديال عيد الحب، أن كل سيدة تصايبها في الدار ديالها بسهولة، تكون دائما وعهدتك أنك دائما مقتصدة كذلك حتى في المقادير، وتكون لديدة أم أريج. وتبارك الله عليك أنت يعني شيف يعني في الحلويات، ومختصة بالضبط يعني في الكريمات يعني والنكهات ديال الكريمات أم أريج. ويختي جان ما يبارك فيك. يلا نبداو إن شاء الله. إن شاء الله نبداو على بركة الله. بالطبق أنا كنقترح لكم كيش ديال الكفتة. كيش كفتة. كيش كبير ديال نهار الحد. ديال نهار الحد ما كاين حد. واخا المقال. ألوغ كنبداو بلاباط بريزي. عرفت شنو تيقولو بالعربية لاباط بريزي كنديرو فيها. أييه. ألوغ 250 غرام ديال الطحين فور. 130 غرام الزبدة. 130 غرام الزبدة. صفر بيضة. صفر بيضة. تقريبا 4 المعالق كبار الماء. حيت كاين اللي ما كيعجبوش يمكن يزانك. تال ما حددت 4 المعالق كبار الماء، كنزيد واحد المعلقة ولا جوج على حساب الخليط. واخا. وبيان سور واحد القبيصة الملحة. وقبصة ملح. هذه بالنسبة للاباط. ها هي الحشوة. الحشوة عندنا واحد 200 غرام الكفتة. مع نصف فلفلة خضراء كبيرة ولا فلفلة صغيرة. خضراء كبيرة. اها. وبصلة صغيرة. بصلة صغيرة. خيزوية صغيرة. خيزو صغير. اها. والعطرية كنديرو ملحة بزار سكينجبير تحميرة كمون. واخا. وبالنسبة لاكخيم اللي كنديرو في الحشوة كنديرو واحد 400 غرام ديال لاكخيم فخيش. نعم. ديال الطياب. يمكن نعوضها بالحليب. ثلاثة البيضات. نعم. 100 غرام حتى 200 غرام ديال الفرماج حمر. ملح وبزار. ملح وبزار. نبداو بلاباط. هي تجمع. نعم. كنخلطو الطحين مع الزبدة مع صفر بيضة. نعم. خلطوهم مزيان. نعم. كنزيدو الماء دوك 4 معالق ديال الماء. نعم. وديك لا بانسيت سيل بيان سور في الاول حتى هي مع الطحين ومع البيض والزبده. كيبقى لنا الماء كنزيدو 4 المعالق. اي بشويه قدر على حسب الطحين قدر نزيدو واحد جوج معالق اخرين. المهم جمعوها وبقاو نخدموها بلا بوم ديت. اييه بقاو ندلكوها هذا. اييه فوالا صافي. حتى كتعطينا واحد لاباط كنجمعوها واحد الساعه في الثلاجه. اييه باش ترتاح. كنوجدو الحشوة ديالنا. انا غير الفلفلة كتكون مقلضة هي والبصلة وجزر محكوك بالحكاكة الكبيرة. كنديرو زيتة بلدية كنشحرو كلشي. ملي كيطيحو الخضرة كطيح كنزيدو الكفتة والعطرية. خلاص الكفتة كنعطروها بوحدها والخضرة كنعطروها فوق المقلة. نعم صافي. كنوجدوها كنخليوها تتبرد كومبليتمون ضروري تبرد الحشوة. لا باغية كيش خلاص كنخلطو لاكخيم فخيش ديالنا مع البيض مع الفرماج مع ملح بزار كنخلطو مع بعضياتهم وكنخليهم في واحد البول. دونك عندنا لا باغية كيش. عندنا لا غارنيشور ديالنا. كتبقى لاباط كنجبدو من الثلاجة كنحاولو نطلقوها شوية. هديك الزبدة كتكون بردات ولاباط ديالنا قصاحت. عاوتاني باليد سخونية ديال كنحاولو نطلقوها باش الزبدة تطلق. كنطلقوها ما بين جوج ديال بابي كويسون ولا كنبدلو غير الطحين ونطلقوها بالطحين. نعم. نطلقوها رقيقة. نعم. نوعا ما المهم ماشي رقيقة بزاف اللي تقطع. اييه. صافي كنروليوها على الرولو ديالنا. المول اللي غادي ندخلوه الفران ضروري يكون مدهون بالزبدة والزبدة تكون قايصة جميع الأركان. نعم. حيت سقات شي بلاصة قدر تعرف لينا. نعم. كجميع الأركان والجنيبات وكنصبو ديرو بالطحين مزيان. إيه. صافي كنطلقو لاباط ديالنا. نعم في القالب بداك المدلك تنطلقوها كلها على القالب. صافي تنهبطوها لهذا
ولا حبه داير لك شي بابي كويسون داير لكن عندي واف مول داير داك القطه واحد الدائره قد ديال المول فوالا تنحطو ليك لاباط باردون البابي كويسون داير كنحطو ليك لاباط ديالنا على القالب صافي كندير انا واحد السمطه طويله وكنعاود نغلط الجناب غير الجناب ندير شويه ديال الماء كندهن الماء في الجنيبات كندير ديك السميطه في الجنيبات ديال نعاودها نلبسها عاوتاني فوالا ونعاود نضغط بيدي باش نعطي لها طراس ديال المول هذوك الجنابات ديال الكيج صافي كنثقبوها مزيان ضروري ونعمرو انا كندير ضروري دو ميكويسون كي اللي كيعمر نيشان ويدخل انا كن باش نتاكد ان لاباط طايب ما كتعجبنيش تكون نص طياب ولا كنطيبها واحد الطيبه واحد نص طيبه ولا ربع طيبه صافي كنخرجها كنعمل لا غارنيتور ديالي هذاك لا كريم صافي وكتعاود تدخل نعم ومن بعد خرجيها وديري لاباغايا كيش يعني لا كريم ديالنا لا لاباغايا كيش كنديرها مع غير كندير هذيك الكفته كندير فوق منها كنسقي نعم صافي كتدخل في طقه واحده نعم شكرا لك على هاد الكيش ناخذ شي حاجه خفيفه ظريفه في الديسير ام اريج لاموس باردون لاموس بلانش باناكوتا Panacotta que j'ai fait pas, Fédérine, coulis de fraises pour rappeler le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah. Inch'Allah. Je n'ai pas de mes filles, de la mousse ou de la panacotta. جي تسهلة وفي متناول الجميع 500 غرام ديال لاكخيم فخيش. إيه. إلا كنا غنديرو مثلا مول كبير كتجي بحال فلون كتجي بحال حاجة زينة خفيفة 500 غرام ولي فيرين غادي ينقصوا السيدات المقادير واخا 500 غرام كريم فريش 50 غرام ديال سنيدة سنيدة حلوة بزاف اييه وورقة ونص ديال جيلاتين اييه صافي كنسخنوا لاكريم فريش مع سنيدة حتى كتذوب سنيدة اييه سنيدة مش ضروري طيب بزاف ولا غير سنيدة تذوب كومبليتمون وتزيد شحال شوية اييه صافي تنخرجوها تنخليوها حتى كتدفى كنديروش في نعم كنديروش الجيلاتين في لاكريم سخونه باش ليفي ديالها يطي صافي ديك ورقه ونص ديال الجيلاتين كتكون ديجا ترومبي في الماء كنعصروها بيدينا مزيان كتطاب كنعصروها مزيان وكنخلطوها مع ديك لاكريم ديالنا نعم ايه واضح من بعد صافي كنديروها في القالب اللي غادي نديرو اما مول كبير اما ديك بيتيت فيغين يا اما من بعد كنوجدو واحد الكولي ديالنا ديال الفخيز ولا الفرومبواز شنو فيه فريز اييه واشنو كنديرو كنديرو الفخيز إيه؟ انا كندير كندير شويه ديال الماء صراحه حيت كنشيلها بزاف الوقت ام اريج صافي غير شويه ديال الماء مع شويه مع الفريز كنطبخو داك الفريز إيه؟ ومع سنيده حسب الذوق سنيده اييه كنطحن كل شيء تطحن كنديرو واحد الوريقه ديال جيلاتين حسب لا كونتيتي بيتيت كونتيتي شو واحد الوريقه ولا جوج ديال الجيلاتين اييه صافي نديروها ككولي فوق فوق لا باناكوتا رائعه رائعه وتكون هذا النهار هذه يعني رمز محبه وديسير اللي غادي يكون من وراه شي عشيوه ان شاء الله وباذن الله شكرا لك ام اريج من مدينه سلا دائما مرحب بك في اللقاء المفتوح